السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في أحسن حال. قبل كده عملنا الملزمة دي تمام، أو الفتيلة دي، وبعديها عملنا الفتيلة دي كمان مصنوعة من الخشب، ولكن دي كانت أصعب شوية من دي. النهاردة بقى هنعمل ملزمة البنك أو فتيلة البنك الثابتة أو فتيلة الطاولة عموما. دي أسهل من الاتنين دول، وكمان تكلفتها بسيطة جدا. تعالوا نشوف الطريقة وإن شاء الله تعجبكم وتكون سهلة لكل الناس. انا هستخدم قطعتين خشب. الخشب ده خشب مستعمل، بيسموه خشب احمر او خشب مارينتي. طولهم دول حوالي 40 سنتي، والسمك ده حوالي 4 سنتي، والارتفاع ده حوالي 7 سنتي. طبعا انت ممكن المقاسات دي كلها تغيرها زي ما انت عايز، ده مجرد نموذج. وهنحتاج مسمارين، المسمارين دول طولهم 20 سنتي، وكذلك وردتين او وشر، وصامولتين اللي بيسموهم فرشة. هنجيب منتصف قطعتين الخشب دول بالشكل ده، وعلى بعد حوالي مثلا 5 سنتي كده، وابدأ اخد نقطة. بعد كده هنبدأ نخرم قطعة الخشب بريشة او بنطة نفس قطر المسمار ده. وبعدين الخشبة التانية هيكون قطر الريشة أوسع شوية، بحيث المسمار نعرف نحركه بسهولة. بعد كده نبدأ نحط المسمار بتاعنا كده، وبعدين نبدأ نرسم الراس بتاعته عشان نحفر لها جوه الخشب. احنا ركبنا المسامير هنا اهو تمام. المفروض قطعة الخشب التانية يكون الثقب بتاعها اوسع، مثلا 1 ملي او 2 ملي، بحيث تبقى حرة الحركة بالمنظر ده كده. طيب قبل ما هنركبها هنيجي هنا في الخلف، نبدأ نركب قطعتين الخشب دول هنا كده، اللي من خلالهم هقدر اثبت الفتيلة في اي مكان. وبعدين نيجي ببنطة أو بريشة أكبر شوية، ونبدأ نخوش المسمار عشان رأس المسمار لما تيجي تدخل كده تكون غطسانة جوه الخشب بالشكل ده. نبدأ بعد كده نحط الغرة. بعد كده هنبدأ نعمل ثقوب هنا كده عشان نقدر نثبتها في الطاولة أو في البنك اللي هتشتغل عليه. بس خلونا بسرعة نديها وش سيلر ونستخدمها. كده خلاص اصبحت جاهزه للاستخدام. تعال نشوف هنستخدمها ازاي. طريقه استخدامها ليك 3 خيارات، اما ان انت هتثبتها من هنا كده بمسامير قويه كده في البنك،
او انك تثبتها من تحت كده في الطاولة او في البنك، وده افضل طريقة انك تثبتها من تحت كده وهتكون قوية جدا، او انك تخليها متحركة وتثبتها هنا بالكلامبة او بالفتيلة. ثبتها بمسامير في البنك من اسفل بالشكل ده كده. انا مثبتها بمسامير من تحت وهي قوية وزي الفل اهيت. انا هثبتها المره دي بالفتايل من هنا كده بحيث اقدر افكها، لكن انت ممكن تثبتها زي ما قلنا بمسامير قويه من اسفل. طبعا الفتيله دي سهل جدا ان اي حد يعملها، اسهل كمان من النوعين دول. لازم نعرفكم الاول يعني الفرق بين الثلاث فتايل اللي احنا عملناهم دول ايه. الفتيله دي او الملزمه دي وظيفتها الاساسيه ان هي تمسك لك الحاجات الصغيره عشان تعمل فيها ثقوب، دي اهم ميزه ليها، وبتثبتها على المثقاب الرأسي بالمنظر ده، تمسك لك قطع خشب صغيره جدا ما تعرفش تمسكها بايديك عشان تعمل فيها ثقوب او قطع من المعادن، دي وظيفتها الاساسيه. تمام. اما الفتيله الخشب اللي معانا دي، فدي وظيفتها انك بتثبت بيها الخشب على الطاوله او على البنك، او انك تجمع بيها قطعتين خشب مع غيرها. تمام. اما الفتيله اللي عملناها النهارده فوظيفتها ان هي تمسك الخشب عشان تقدر تشتغل عليه بالمنشار او بالفاره او كمان بالدريل المتحرك، مفيش اي مشكله برضه. اتمنى النهارده يكون الفيديو بسيط وسهل التنفيذ، وهسيب لكم طبعا روابط الفيديوهين دول في شريط الوصف، ودعواتكم هنا بالتوفيق، وإلى اللهم جزيه خيرا في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله.